أهلا بكم. كان التزوير والتشويه والتزييف لكل شيء هو السمة السائدة في عراق ما بعد العام 2003 جنبا إلى جنب، مع أكبر عملية نهب وسطو على كل ما هو مادي ومعنوي يخص الشعب العراقي. فبعد سطو الأحزاب الطائفية وميليشياتها على تراث المقاومة الوطنية العراقية في مقاومة الاحتلال الأمريكي، ونسبة هذه المقاومة كذبا وتزويرا لها، وهي التي جاءت في ركب هذا الغزو، كانت وما زالت هذه الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة رديفا لقوات الاحتلال. توجهت هذه الأحزاب الطائفية إلى المحطات الوطنية المضيئة في تاريخ العراق الحديث في محاولة حثيثة لتشويه هذه المحطات وتزوير وقعيها والافتراء والكذب على الرموز الوطنية، كما جرى مع ثورة 20 التي حلت ذكراها المئوية قبل عدة أيام، وذلك عندما أساء أحد الميليشياويين الطائفيين إلى الشيخ باري المحمود أحد رموز ثورة 20 وقاتل الحاكم العسكري البريطاني لاتشمان. محاولة قادة الأحزاب الطائفية وزعماء الميليشيات تزوير تاريخ العراق والإساءة إلى الرموز الوطنية لهذا التاريخ هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما أهداف ومغزى توقيت هجمة زعماء الميليشيات الطائفية على أبرز رموز وقادة ثورة 20؟ ولماذا تجهد الأحزاب الطائفية في محاولة إضفاء الصبغة الطائفية على المحطات الوطنية المضيئة في تاريخ العراق الحديث؟ وهل تاريخ ثورة 20 كتب في حقبة النظام السابق فقط حتى يقال إن هذا التاريخ زور وسرق لأسباب ودوافع طائفية؟ ثم ألا يخجل من جاء في ركب الاحتلال الأمريكي وشارك معه في ذبح ملايين العراقيين ونهب مقدراتهم الاقتصادية في اتهام الآخرين بالعمالة واللصوصية؟ وهل سطو الميليشيات والأحزاب الطائفية على الإرث الوطني للشعب العراقي سيطهرها من دنس العمالة للاحتلال الأمريكي الإيراني الذي حطم العراق وذبح شعبه؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، مثنى عبد الله. من زور الحاضر الذي تشهده أعين الناس لا غرابة أن يزور التاريخ. الطارئون على عمر العراق المديد والذين ارتقوا مرتقا صعبا عليهم مستعينين بالأجنبي حتى أذلوا عزيز القوم وسودوا الذليل، استعدوا على كل من له تاريخ مشرف، فاتفقوا بروايتهم التلمودية مع ما روجه المحتل البريطاني ضد كل من قاومه ونكل به أشد تنكيل. في عراق اليوم يصبح التصرف الغريب واقعا ممكنا، كأن يتعدى زعيم ميليشيا كقيس الخزعلي على أحد أهم رموز ثورة 20 الشيخ داري المحمود، وينسب ما فيه هو من عمالة إلى الشيخ الذي قاوم المحتل البريطاني. الأسلوب الطائفي الرخيص الذي انتهجه الخزعلي لا يعد حدثا فرديا نابعا عن حقد وإحساسا بالدونية والانعزال الشعبية فحسب، وإنما هو صورة عن حالة جماعية ميليشياوية وجزء من منهج خطير وضع أسسه الاحتلال من أجل قطع العراق عن ماضيه النضالي من خلال تشويه الرموز الوطنية التي تلهم الأجيال وتعلمهم حب الوطن ورفض الظلم والتمرد على الذل. فهؤلاء المزورون ليسوا إلا أدوات مستأجرة غيرت حتى أسماء الشوارع والمدن التي ترتبط بتاريخ العراق. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تغيير اسم محافظة القادسية لارتباطها بأهم معركة تاريخية يعتز بها العرب والمسلمون، لأنها كسرت شوكة الإمبراطورية الفارسية وطردتها من العراق. الاستعداء على التاريخ ولا سيما ثورة 20 لا ينفصل عن إحساس هؤلاء الطارئين بالعزلة التي فرضها عليهم الشعب العراقي الثائر. فعندما لم يفلحوا في إخماد ثورته صاروا يسيئون إلى كل ملهم لهذه الثورة التي قامت بالأساس ضد عمالتهم للمحتلين الأمريكي والإيراني. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار،
والتي ستبحث في المحاولات الحثيثة للأحزاب الطائفية والميليشيات زعماء الميليشيات في تشويه وتزييف التاريخ تاريخ العراق الحديث. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا الدكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية عبر سكايب من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور رافع، ونحن نتحدث عن قضية محاولة الأحزاب الطائفية والميليشيات تزييف تزوير تشويه التاريخ، الإساءة إلى الرموز الذين ساهموا في صناعة التاريخ الحديث تاريخ الوطني العراقي الحديث. هناك تركيز جدا على ثورة العشرين من قبل الأحزاب الطائفية والميليشيات تشويها تزييفا إساءة لرموز من قام بهذه الثورة، وكما جرى مؤخرا من إساءة أحد الميليشياويين لأحد رموز هذه الثورة الشيخ ضاري المحمود الزوبعي. لماذا هذا التركيز على ثورة العشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أستاذ ماجد، يعني هذا السؤال مهم جدا جدا، وربما سيكون المدخل لهذه الحلقة. نعم. أعتقد يعني الأساس هنا يكمن. هم أرادوا خلال هذه الأحزاب والقوى التي دخلت العراق وحكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن، وهي تحت مظلة الاحتلال وتحت رعاية الاحتلال ومشورة الاحتلال والاحتلال من جاء بها، وسمعوا الانتقادات وسمعوا أن حالهم هذا واقع حالهم، أرادوا أن يجدوا مقتربات بين ثورة العشرين ووضعهم الحالي. عندما كانت ثورة العشرين قد بدأت في العراق، كانت الدولة العراقية ما تزال لم تشكل، وشكلت فيما بعد بالعام 1921 على إثر ثورة العشرين، وجاءت قوى وأحزاب في ذلك الوقت ومقاومة وقاتلوا الإنجليز، يريدون أن هم الآن هذه الأحزاب والقوى تريد أن تبني جسورا بين تلك الفترة وهذه الفترة، لكي يقال أن هذه الأحزاب وهذه القوى التي شكلت العملية السياسية في إثر احتلال أمريكي مثل ما كانوا في ظل احتلال بريطاني هي نفس الحال، فعلى الشعب العراقي أن يقبل بهذه، لأنه قبل بتلك واعتبرها حالة وطنية حالة متقدمة وهي بنت الدولة. لذلك هم جاءوا بتسمية العراق الجديد، العراق سيبدأ، وبدأوا بمقاربات، يقولون أنه يعني ذاك كان العراق تأسس في ظل احتلال بريطاني، العراق البريطاني، وهذا العراق الأمريكي. نعم. والقوى العراقية التي تحركت هنا وهنا هي قوى وطنية، وهم يعني يخسؤون في هذا الكلام. نعم. القوى التي تحركت في ثورة العشرين قوى وطنية وقوى عروبية وقوى عراقية فعلا ومخلصة لبلدها، وثارت في ثورتها ثورة العشرين بثورة وطنية عابرة للطائفية، لم تكن بها أي تسميات، كان العراق هو الهم، كان الوطن هو الهم، كانت الكرامة، كانت العزة، كان أجنبي ضد احتلال. وهنا في عام 2003 قسم من الشعب العراقي قاوم الاحتلال، وكانوا يمثلون النخبة العراقية، النخبة الشريفة، النخبة الوطنية التي قاتلت الاحتلال وقاومته وقدمت تضحيات كبيرة، وجزء منهم هؤلاء الذين يحكمون وقفوا ضد المقاومة، وقفوا مع الاحتلال وجاءوا في خطار الاحتلال وأيدوا الاحتلال ورفعوا لافتات الاحتلال في اعتبار المقاومة إرهاب. فلذلك الاختلاف واضح، وكانوا عملاء القوى الوطنية والأحزاب التي شكلت فيما بعد ثورة العشرين لم تكن قوى خائنة، قوى تابعة للمستعمر، لا، كانت قوى مناهضة للاحتلال، مناهضة للبريطانيين، غير قابلة، كانت تقف وكانت تقود التظاهرات وكانت مع الوطن مع الشعب. هؤلاء كانوا خدم وكانوا عملاء للأجنبي، كانوا أجراء عند الأجنبي وما زالوا أجراء للأجنبي، يريدون أن يسوقوا هذه القضية، يربطوا جسرا يعني برأسين، برأس من ثورة العشرين عندما بدأ العراق يبنى كدولة حديثة، والآن بعد 2003 هذا البناء الجديد الذي يعتقدون هو يسمونه العراق الجديد، وشتان ما بين عراق بني وبنيت به مدارس ومصانع وجامعات وكل شيء، وعبدت الطرق وبنيت المدن وبدأ الازدهار وبدأ صناعة السياسة، بغض النظر عن شكل النظام، بدأ صناعة، أنا أتكلم عن شعب،
بدأ الصناعة، بدأ السياسة الاقتصادية، بدأ الزراعة، كل شيء بدأ ينهض، والعراق بدأ يتحول. على عكس عراق ما بعد 2003. بعد 2003 ذهب إلى الخراب، كل ما بني خلال 80 سنة تم تدميره خلال 17 سنة، بالعكس، وبدأ الفساد والخراب. والآن المواطن العراقي، وهذه واحدة من نكبات الدهر، المواطن العراقي المواطن الوحيد في العالم الذي يتحسر على الماضي، لا 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 ينظر الى المستقبل، لا ينظر الى الامام، دائما ما ينظر الى الخلف ويتحسر على الماضي ويريد الماضي حتى مع هفوات الماضي وما في الماضي من مآسي، لكن يجد الماضي افضل من الحاضر. نعم. هذه القضيه الاساسيه في تركيزهم على ثوره العشرين، والان لذلك بداوا التزوير. عندما يقارنون بين ثوره العشرين ووضعهم الان، يجب ان يزوروا في ثوره العشرين وفي تاريخ ثوره العشرين لكي يتم تقبل انه هذا الاطار الوطني هو نفسه الان هو المعمول. دكتور، عمليه تزوير تاريخ ثوره العشرين او الاساءه لرموز وقاره ثوره العشرين سيمنح هذه الميليشيات صك براءه مما جرى بعد عام 2003. دكتور عبد الحميد العاني، هذه الاحزاب الطائفيه والميليشيات في محاوله حثيثه، جهد مستمر لتطييف التاريخ، تاريخ العراق الحديث جدا والحديث يعني نسبيا، ثورة العشرين، المقاومة، إضفاء الصفة الطائفية. لماذا هذا الدافع؟ لماذا إلى تطييف حتى التاريخ، حتى هذا الإرث الوطني، حتى هذه المحطة المضيئة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين. أصحاب المشروع الطائفي يريدون كل شيء طائفي، ولا يمكن هنالك طبعا الضدين، لا يمكن للطائفية أن تلتقي مع المشروع الوطني، لذا هم يريدون كل شيء أن يسير وينطلق ويكون إطاره وشعاراته هي طائفية. لذا تزويرهم وتزييفهم لا يقتصر على الحاضر وعلى الحاضر القريب أو الماضي القريب، وإنما كل تاريخهم يزيفونه ويريدونه أن يسير وفق هذا المنظور وينطلق من هذا المنطلق، وهو المنطلق الطائفي. هم يعتقدون مثل ما ذكر قبل قليل الدكتور رافع، أنهم يريدون بهذا التزييف وبهذه الطائفية أولا أن يجملوا صورتهم التي أزكمت الأنوف، يعني فاحت وكشف عوارهم وفسادهم وجرائمهم، الكل بات يعرف ما هؤلاء وما دورهم وما آثارهم وماذا جلبوا للعراق، وهذه الجرائم التي ارتكبوها هي كلها ارتكبوها وفق منطلقات طائفية. لذلك يريدون أنه يجعل الكل يسير وفق هذا المنطلق. لا يريدون أيضا للمقابل اللي هو أصحاب الشعارات الوطنية سواء كان في ثورة العشرين أو الحالية. قضية النهج الطائفي اللي جرى بعد عام 2003، الآن على الأقل في السنين الأخيرة، الخلاصة، المجتمع جميعا في العراق أصبح مشمئز من النفس الطائفي، مشمئز من الطائفية الحاضرة، فما بالك بالرجوع إلى التاريخ لتطيفه. مع ذلك هم لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه البوتقة، من هذه الحفرة، حفرة الطائفية. كما قال بهاء الأعرجي، ما عندنا غير أن الطائفية. لا يستطيعون، لا يمكن. نعم. لا يستطيعون، لأنه لا وجود لهم في ظل مشروع وطني حقيقي. لذلك هم يحاربون المشاريع الوطنية الحقيقية سواء كانت حاضرة أو ماضي، رغم أنه نجدهم أحيانا يرفعون بعض الشعارات الوطنية، لكنه سرعان ما أفعالهم تكذب ذلك وتناقضه، وسرعان ما تفضحهم فلتات لسانهم في خطاباتهم، ومنها تزييف الماضي كما قلت وتزييف الحاضر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يلتقي أصحاب المشروع الطائفي مع أي مشروع وطني، ولا وجود لهم إلا في ظل هذا المحيط الطائفي، لضمان اللي كما يعتقدون ضمان لاستمراريتهم، وإن كان في حقيقة الأمر هي تضمن لهم استمرارية مؤقتة، لأنه كما ذكر قبل قليل المجتمع يصل يوما بعد آخر إلى هذه الدرجة من الوعي، ونراه ذلك عيانا في جميع أو في كثير من مناطق العراق، أنه بات الوعي مرتفع في القضية الوطنية. نعم، شكرا. نتحول الآن إلى نيويورك مع الدكتور مثنى عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور مثنى، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. هل ثمة مغزى في توقيت هذه الهجمة من قبل
قالت الأحزاب الطائفية والميليشيات زعماء الميليشيات ومنهم زعيم ميليشيا العصائب في هذا التحامل والإساءة إلى بعض رموز وقادة ثورة العشرين ومنهم الشيخ ضاري المحمود، كما جرى في الذكرى المئوية الأولى لهذه الثورة. هل هناك مغزى سر في التوقيت؟ يعني دعني أقول بأنه بقدر ما يكون التاريخ في الحقيقة معيناً لا ينظر لرجال الدولة يستقوا منه الأفكار والتجارب التي تعينهم على بناء الدولة وفق أطر ومحتويات عظيمة وتجنبوا ما سجله من أخطاء وقع فيها غيرهم، بقدر ما يكون في الحقيقة عبئا على الساسة الطارئين الانتهازيين النفعيين الذين يجدون فيه حكما قاسيا يراقب أفعالهم ولا يتوانى عن فضح سلوكياتهم وممارساتهم السياسية الكارثية. لذلك دائما ما يجد التاريخ عدوا لهم، ولأنهم غير قادرين على مقارعته فأنهم يتصورون بأن تزويره وتزوير الحقائق المدرجة فيه هي السبيل الوحيد للتخلص من أحكامه، لأن التزوير كما يظنون قادر على دفع التجارب الناجحة والأصيلة إلى خلف الذاكرة الإنسانية، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقارن أفعالهم بأفعال تاريخية سابقة. نحن اليوم في الحقيقة في العراق أمام صور كارثية لم تمر على البشرية، قام بصنعها ساسة لا يملكون أي من مقومات الزعامة ولا الإخلاص ولا الوطنية ولا الهيبة حتى ولا الهيبة السياسية. حتى لو سألت أي منهم عن معنى العراق وما يشكله في ضميره لوقف عاجزا عن الإجابة، لكنك لو سألته هو شخصيا من سيكون سيجيبك أنه جندي من جنود الولي الفقيه الإيراني أو الأمريكي أو البريطاني. لذلك هم ليس لديهم تاريخ حقيقي، ولأنهم كذلك فهم يحاولون محو تاريخ العراق. لذلك نجد عندما قال لهم أحدهم زعيمهم عندما زارهم في موقعهم وقال لهم أنكم أحفاد نبوخذ نصر، انتفضوا وقالوا لن نكون أحفادا له ولا نتشرف بذلك، بمعنى أنهم لا يعترفون حتى بتاريخ العراق. سؤالك أستاذ ماجد يقودني إلى موضوع أساسي واحد، أنه التركيز في هذه الذكرى المئوية على موضوع طائفية ثورة العشرين. يعني لو قرأت التصريح جيدا ستجد بأن هنالك إشادة بعدد كبير من الزعماء الحقيقيين طبعا في من مناطق جنوب العراق الذين شاركوا في الثورة، لكنه لماذا يجري التغطية على اسم شخصية كانت بارزة في 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 هذا الحدث وكان لها فعلا قد يكون الأكثر تأثيرا من الآخرين؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يبعث رسالة إلى ما يسمونهم حواضنهم الشعبية بأنه ثورة العشرين كانت بفعل طائفي وبتفكير طائفي، ولذلك ما نقوم به حاليا من تجربة طائفية هي مناغمة لثورة العشرين. إذن نحن لسنا في موقع الخطأ، وأن من يصور على أننا طائفيون ونحن في موقع الخطأ هو خاطئ جدا. وفي الحقيقة احنا مستمرين في ممارسة نفس الدور الذي قام به قادة ثورة العشرين، بينما في الحقيقة أنه ثورة العشرين هي الحكم الحقيقي. يعني أحد المفكرين يقول بأن التاريخ هو حكم العالم، حكم على القادة على الزعماء على كل شيء. لذلك ثورة العشرين في الحقيقة وجدوا بأنها هي تحاكمهم، لأنه هي الثورة العراقية الأصيلة ذات الرمزية الوطنية التي توحدت تحت رايتها كل أطياف الشعب العراقي وكل محافظات الشعب العراقي وكل مناطق العراق، وكان هنالك هدف وطني وليس طائفي هو إخراج المحتل وتشكيل حكومة واحدة وطنية وتشكيل الحكومة الجديد. هذا هو المغزى الحقيقي في الحقيقة من الهجوم على ثورة العشرين وعلى أحد زعمائها المعروفين. نعم أشكرك دكتور رافع. أنت يعني تاريخ، وأشار الدكتور مثنى عبد الله إلى قضية أنه هؤلاء الطائفيون لا يناصبون التاريخ ما بعد الإسلام العداء لأسباب معروفة، لكن حتى التاريخ الغير متعلق بطائفية وبمحطات في تاريخ ما بعد الإسلام، حتى ما قبل الإسلام هم في عداوة، كما انتفضوا أنه لا نعترف بنبوخذ نصر لا بحمورابي لا بالذي بعده ولا بالذي قبله. لماذا هذه العداوة
العداوة لكل التاريخ. هذه سأجيبك عنها، لكن ما دمنا في إطار التاريخ أريد أن أذكر حالة ربما تعزز كلام الدكتور مثنى وتعزز دكتور عبد الحميد ما قاله وما قلته سابقا. عندما بدأ العراق يكتب أول دستور وشكل مجلس نيابي لكتابة الدستور، لاحظ الفرق بين حالتين الآن اللي يحاولون أن يمدوا الجسور ويقولوا ثورة العشرين وواقعها وظروفها تشبه الآن الحال ونفس القوى، لاحظ الفرق الكبير. الدستور اللي كتب في العام 20 نعم أو 21 نعم 21 واللي كتبوه كانوا يكتبون الدستور العراقي هم مجموعة من العراقيين، وليس كما حصل في 2003 جاء مكتوبا ومترجما وبهذه الطريقة. يقف ممثل نائب عن الموصل ويقول للذين يكتبون الدستور، يقول لهم قولا يعني مأثورا في التاريخ الوطني العراقي، يقول: أوصيكم بالله، ما تكتبونه اليوم بالحبر يا ذوي أقلام الحبر سيحتاج الشعب إلى أنهار من الدماء لتغييره، حافظوا على أن تكتبوا الشيء الذي يفيد العراقيين، الشيء الذي ينفع هذا الوطن ويشكل أساسا قانونا لحياته. هكذا يفكر كان القوى الوطنية تفكر، ولاحظ كيف يفكرون هم. هذا الدستور المسخ الآن اللي متمسكين به، وين أوصل العراق ومبني على المكونات ومبني على الطائفية والمحاصصات، هذه نقطة. النقطة التي تسأل عنها، هم يريدون تاريخا خاصا بهم، كل تاريخ هم يريدون يقزموا العراق. العراق بلد به تاريخ عميق بحضارته 8000 10000 سنة في عمق التاريخ، هذه لا يعترفون بها، تشترك بها الإنسانية تاريخ العراق، يعني هذا نعم هذا لا يعترفون به. هم يعترفون هؤلاء الذين ولاءهم وأجنداتهم إيرانية، يريدون أن يقولوا أن العراق تابع لإيران والعراق جزء من الإمبراطورية الإيرانية، الإمبراطورية الفارسية القديمة، هكذا يريدون أن يوصلوا الفكرة بهذا الشكل. ذلك لا يعترفون بكل هذا التاريخ، وهذا التاريخ لا يعنيهم. على الشعب العراقي أن يقتنع أن كل ما في العراق هو تابع لهذه الدولة المسخ اللي جاءتنا بهذا كل السم والصفار وهذا الأذى، يجب أن يكون تابع لها، ويجب أن يقبل بأن تكون أرضه ومياهه وشعبه مستغلا من قبل هؤلاء إلى آخر الدهر، ويجب أن يقبل ويبوس أقدام الإيرانيين على هذه الحالة. هذه الفكرة. الفكرة وبني العراق على أساس طائفي، وكل المكونات الأخرى الموجودة والطوائف الأخرى هذه ضيوف، وعليهم أن يحمدوا ربهم ويقبلوا أيادي الآخرين لأنهم يسمحون لهم بالبقاء في العراق. لا يوجد عراقي غيرهم، هذا التسمية، ولو كان بيدهم لغيروا حتى اسم العراق. دكتور، هذا الكلام تتحدث عنه ليس تلميحا أو إحان، هذا كلام يقال صراحة. واقع، أنا أتكلم من واقع، واقع واقع حال، هذا يريدون. لذلك يعني حتى الآخرين، يعني حتى بالتقسيمات السياسية يقولون، يعني مثلا السنة أقلية، هكذا دعني أتحدث بهذه الطريقة، لدينا مكون كردي ولدينا مكون شيعي، هؤلاء الذين يحكمون، لأن الأكراد لديهم أرض ومكانة وتصميم من الأجنبي أن تكون لهم يعني قدرة وقوة وأن يكونوا لحالهم، والشيعة هم الحاكمون، والسنة مجرد تبع، عليهم أن يقبلوا بأي شيء. نعم. هو لا يتصرف، لأن الدستور هذا اللي تحدثت عنه المسخ يتحدث عن مكونات، ومن البداية جاءوا ببول بريمر سيء الصيت ليقول هناك أقليات وهناك أكثريات، فبالتالي على الأكثرية الحاكمة والأقليات أن تقبل بكل شيء، وبالتالي الشعب العراقي قسموه إلى أقليات. نعم. لم يقسموا إلى مواطن عراقي وكفاءة وقدرة وعراقية، فلذلك الأكثرية جئت به ينتمي إلى إيران، ينتمي إلى ما أعرف وين، ينتمي إلى الشياطين، هو من الأكثرية ويجب أن يحكم، وأنت من الأقلية مهما كانت كفاءتك عليك، فهو متفضل. نعم. عليك. نعم. وأنت ليس لك حق في الحكم، وليس لك حق رأي فيما أو تعترض تدار الدولة، هذا هو الفكر الذي يحكمهم، لذلك لا يعترفون بالتاريخ هذا القديم. وأنت قد تذهب إلى عشائر وتذهب إلى مكونات وتذهب إلى دويلات، وبالتالي تدخل في تاريخ يسقطهم أرضا، ويسقط أشكرك. الحقيقة أن العراق ليس تابعا لهذه الإمبراطورية، وكانت هذه الإمبراطورية تحتل مثل ما يعني أرض مباحة يعني تحصل عليها حروب، وممكن حال أي دول أن يحتل وأن يحتل وهكذا. نعم، أشكرك دكتور. أستاذن منكم من المشاهدين الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير،
ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن تزوير التاريخ من قبل الميليشيات والأحزاب الطائفية في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في محاولات الأحزاب الطائفية وميليشيات تزوير تاريخ العراق الحديث ومحطاته ونقاطه الوطنية المضيئة. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور مثنى عبد الله. دكتور عبد الحميد العاني، هؤلاء الذين يسيئون إلى رموز وطنية ذهبوا إلى ربهم قبل 100 عام ويتهمونهم بالعمالة أو باللصوصية أو بقطع الطريق، وهم الذين جاءوا في ركب الاحتلال الأمريكي ومارسوا أكبر عملية نهب وسرقة في التاريخ لمقدرات العراق على الأرض، السرقات في العراق على الأرض وفي باطنها. يعني ألا يخجل هؤلاء من هذا، من اتهام الآخرين بهذه التهم؟ كما يقال الحياء نقطة، ومن وضع يده بيد الاحتلال وهي قاصمة الظهر بالضبط، نعم، حين وضع يده بيد الاحتلال ورضي أن يبيع أهله وبلده وتاريخه ومستقبل هذا البلد، فإنه يهون عليه بعد ذلك كل شيء. هؤلاء الذين يتهمون غيرهم اليوم أصحاب النهج الطائفي. طيب، كما قال الخزعلي، أنتم الآن مع الأمريكان لصوصية، غلسوا غلس، ما حدث، انت غلس. نعم. لا، لانه يعني هو عندهم شعور عقدة، نعم، نقص، نعم، حقيقة في داخلهم يوجد شعور في عقدة نقص. بالمناسبة هو المنهج الطائفي دائما عنده هذا الشعور، شعور نقص. ثانيا، هو في قناعة في داخله ان ما قام به هو عار وعيب، وفي تعاونه مع الاحتلال وفي ما قام بعد ذلك في ظل تعاون مع الاحتلال من جرائم أخرى. يعني هؤلاء والعراقيون كلهم يدركون أنهم قد ارتكبوا جرائم لم يبقى بند من بنود أنواع الانتهاكات والجرائم إلا وقد وضعوا فيها بصمتهم بأرقام كبيرة جدا. يعني الانتهاكات في العراق على يد هؤلاء كما ونمعا قد فاقت كل الانتهاكات في البلاد الأخرى. ربما من هذا المنطلق، وانطلاقا من أنه لا حياء عند هؤلاء وارتكابهم لهذه الجرائم، فبالتالي بعد ذلك يعني يهون عليهم مثل هذه الأمور، فيهون عليهم التزوير والكذب والآخر. وبالمناسبة طيب دكتور، هذا الآن الناس في العراق شهود ضحايا لهذا النظام، لهذه العملية السياسية. يعني هذا الخطاب موجه لمن؟ الرأي العام؟ نتكلم طبعا الآن عن ردود الفعل الوطنية على هذه التهمة. يعني لمن يباع؟ لمن يسوق هذا الكلام؟ من يقبله؟ من يعطي آذان مصغية؟ يعني هم للأسف أيضا اقتنعوا بمقولة أنه اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، لكن أضافوا إليها أمر آخر، وهو أنهم كذبوا الكذبة وصدقوها هم أيضا بأنفسهم. هم يعتقدون أنه بمثل هذه الأمور، هذه الأكاذيب وهذه الأراجيف وهذا التزوير، قد يقنعون ظنا منهم أنه يحاولون استمالة بعض الجهات العراقية التي خرجت منهم، وأشار إلى ذلك ربما قبل قليل الدكتور مثنى، وهو أنه كما نعلم في المدة الأخيرة ونتيجة تصاعد الوعي لدى أبناء الشعب العراقي، وانفضح المشروع، أصحاب المشروع الطائفي، وانفضح هؤلاء الفاسدون جميعا، فضحوا بجرائم وغيره، يعتقدون أن بمثل هذه ربما هذه الألاعيب وهذا التزييف وهذه الأراجيف أنه من جهة يشغلون الرأي العام ربما بهذا، ومن جهة أخرى ربما يعتقدون أنهم يستميلون بعض الجهات التي تقتنع ربما، أو يظنون أنهم لا يزال قسم من الشعب العراقي
يستهويه الخطاب الطائفي وعليه ربما يرجع مثل هؤلاء أو قسم من أبناء الشعب العراقي ليكونوا في صفهم ويتخندقوا في خندق الطائفية ويعودوا بالعراقي إلى منهج أو إلى المربع الأول. هم طبعا دائما يحذرون من المربع الأول، لكن هم يريدون أيضا العودة إلى المربع الأول في أيام الاحتلال الأولى، وهو مخاطبة الناس بخطاب طائفي وجعل الناس يتخندقون طائفيا ضمانا لاستمرار هؤلاء بمناصبهم التي تؤمن لهم فسادهم وولاءهم للأجنبي، ولا سيما جارة السوء إيران التي أصبحوا أداة كبيرة لها كما ذكر أيضا قبل قليل الدكتور. نعم دكتور مثنى عبد الله، بهذا التشويه أو السطو على تاريخ العراق الحديث ومحطات الوطنية مثل ثورة 20 من قبل الميليشيات والأحزاب الطائفية، هل سيمنحها صك البراءة والطهر مما هم فيه من اشتراكهم في الغزو من التحريض على البلد وذبح أهله وسرقة ونهب مقدراته وإيصاله إلى الحضيض والانحطاط في كل شيء؟ يعني الآن يريدون بهذا الكلام أن يقنعوا أو سيقتنع الرأي العام أنهم وطنيون والآخرون عملاء ولصوص وقطاع طرق، يعني بهذه الطريقة يقنعون الرأي العام في العراق؟ يعني أولا أنه في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يقنع أحد بما قال، لأنه هناك يعني حقيقة أساسية أنه سردية ثورة 20 في الحقيقة لم يكتبها لا المحتل البريطاني ولا العهود السابقة. سردية الحدث كتبت من قبل الثوار أنفسهم، وهنالك تقليد داخل العشائر، عندما يحصل هنالك معارك مشرفة العشائر نفسها هي من تكتب هذا التاريخ وتعطي لكل حقه. لو رجعت إلى موضوع الاستهداف شخصية رئيسية من ثورة 20 بما قال هذا الغواي، لوجدت بأنه هي عملية تسقيط في الحقيقة لهذه الشخصية التاريخية. رادوا أن يقولوا بأنه هؤلاء دكتور، طالما أنت أشرت لهذه الشخصية المقصود بها طبعا الشيخ ضاري المحمود، باعتقادك أن هذا القضية، هذا التسقيط أو الإساءة من قبل هذا الميليشياوي الغوغائي كما أسميت أنت، القضية متعلقة لأسباب طائفية وتشويه وتزوير التاريخ فقط، أم القضية متعلقة بالحاضر لكون أحد أحفاد هذه الشخصية كان معارضا أو مناهضا شرسا للاحتلال ولعمليته السياسية، عملية ثأر أيضا من الحاضر؟ في الحقيقة كليهما أستاذ ماجد. نعم. هم كانوا يستهدفون شخصية الضماري رحمه الله استهدافا لأغراض التسقيط، وعندما تبحث في الوصف الذي قاله عنه تجد بأنه وصفا ليس سياسيا، إذا كان يعتقد بأنه هو رجل سياسة لا يكون يتحدث رجل السياسة بهذا المنطق، وإذا كان الطرف الآخر يعتقد بأنه في التسقيط في هذا الجانب تسقيط هذه الشخصية هو كان يبغي من ورائها هدفا طائفيا، لأنه كل مجمل الحديث كان يعطي هنالك أدوارا لمسميات ضمن النسيج الوطني العراقي، يعني يتحدث عن دورا للأكراد، يتحدث عن دورا لبعض السنة كما يقول، يتحدث عن دورا للشيعة. إذن هو لم يقل بأنه الثورة عراقية خالصة وتحت هوية وطنية واحدة، هو كان يحاول أن يعطي صبغة طائفية لهذه الثورة ويعطي دورا أكبر لمكون طائفي محدد. هذا في الحقيقة كان يحاول الانتقاص بقدر ما كان ينتقاص من الشخصية الوطنية. ضاري المحمود رحمه الله كان يحاول أيضا الانتقاص من الضاري الثاني والثالث والرابع. دكتور هذه إذا سمحت لي عملية محاولة إعطاء مساحة أكبر لمكون طائفي وفق رؤية هذا أو كلام هذا الميليشياوي، هل تعتقد أن هذه المغازلة ستصفح عنا من هذا المكون الثائر عليه وعلى شركائه الطائفيين، والذين هؤلاء الثائرون أحرقوا مقرات الميليشيات وأحزابها، يغازلهم بهذا الطرح الطائفي ويقلص المسافة بينه وبينهم؟
لا لا، في الحقيقة يعني هنالك كارثة في الحقيقة حصلت في بالنسبة لهذه المنظومة من الأفكار المعطوبة لهؤلاء الشخصيات الطارئة على 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 العراق. الكارثة الحقيقية أنه ثورة تشرين كان شعارها أساسيا وهو الهوية الوطنية، ولذلك هي رفضت رفضا قاطعا رفع الرايات الطائفيه، رفع الرموز الطائفيه، رفع صور الشخصيات المحدده. هذا في الحقيقه كان نفس السياق الذي سارت عليه ثوره العشرين. يعني عندما يصف شخصيه عظيمه جدا في ثوره العشرين ولها وقع كارثي في الحقيقه على الاحتلال البريطاني، لانه من قتل القائد البريطاني كان قائدا كبيرا في ذلك الوقت. لذلك هم نفوا الطائف الصفه الوطنيه عنه واتهموه اتهامات لا تليق به، لكنه كان الهدف في الحقيقه هو رفع رايه طائفيه محدده. ولذلك نجد انه عندما رفع ما يطلق عليهم، هم كانوا يقولون بان الجنوب هم حواضننا ونحن نتخذ شرعيه الحكم من هذه الحواضن. عندما خرج ابناء الجنوب بثورة مشرفة عارمة وأسقطوا كل رموزهم الطائفية، في الحقيقة هنالك وقعوا في كارثة حقيقية في نهج وضح لهم بأنه ما بنوه خلال 17 عاما لم يكن لديه أي أساس على أرض الواقع، وبالتالي هم يحاولون الانتقاص من ثورة العشرين أولا في الحقيقة وانتقاص من شخصياتها ثانيا. نعم دكتور رافع، يبدو أيضا الميليشيات، زعماء الميليشيات وأيضا زعماء الأحزاب الطائفية يمارسون تزويرا آخر، وهو أنه عملية ربط تاريخ ثورة العشرين، تدوين تاريخ ثورة العشرين، ربطه بحقبة سياسية ما، أنه هذه الحقبة السياسية زورت هذا التاريخ وجعلت يعني تاريخ وفق رؤية طائفية. هذا التاريخ لثورة العشرين مرتبط بحقبة سياسية مرت على العراق، هي تفردت بكتابته هذا النظام او الحقبه السياسيه. ربما يعني هذا يجعلني اتذكر مقوله، يعني تحدث عالم الاجتماع وعالم التاريخ العربي ابن خلدون، نعم، عندما تحدث عن التاريخ وضع معايير لمن يدون التاريخ، لمن يكتب التاريخ، نعم، ويعني من ضمن هذه المعايير اللي وضعها يجب ان يكون حسن السير والسلوك والاخلاق والنسب والقدرة العقلية، وأن يكون الجمهور متفق كله على شخصيته وعلى حسن أدائه وعلى نزاهته وقدرته على التدوين، ويوثق بما يكتبه أو يقوله. هؤلاء الذين يتحدثون الآن عن التاريخ، ما جئت باسمي هذا الخزعلي وغيره، هؤلاء لا يستحقون حتى ذكرهم. هؤلاء خارج سياقات الإنسانية والأخلاقية، خرجوا من هذا، قتل مجرمين، سراق متواطئين مع عدو، يعملون ضد بلدهم، يعملون ضد، يعني خاضوا بالدماء وخاضوا بأعراض الناس وخاضوا بدمائهم، مؤهلين لا وطنيين ولا لتقييم الآخرين أبدا، أموات أو أحياء. هذه الحقيقة. فلذلك هم لا يحق لهم، لا هم ولا زبانيتهم، أن يكتبوا التاريخ وأن يتحدثوا عن التاريخ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تاريخ ثورة العشرين لم يكتب بنظام سياسي، لم يكتب تحت خيمة نظام سياسي. تاريخ كتبه مثل ما قال الدكتور مثنى، تاريخ كتبه أهل الثورة كتبوا هذا التاريخ. يعني عندما يعني هم يحاولون فصل هذه ويحاولون إثارة هذه النعرات الطائفية وإعادة الفكرة، لذلك أنا قلت هم يريدون أن يبنوا جسورا بين تلك الثورة ووضعهم الحالي، كي يقولوا هذا الوضع يشبه ذاك الوضع وعليكم أن تقبلوا بهذا الوضع وتعتبرونه إطارا وطنيا مثل ما اعتبرت ذلك إطارا وطنيا أو إطارا طائفيا جاء لكم ببلد صنع لكم دولة، والآن نصنع لكم دولة أخرى بعد أن انحرف بها فلان وفلان وفلان نظام. ثورة العشرين لم تكتب تحت هذه المسميات. من كتبها هم رجالها، ومن دونها ومن نقل هذه الصور هم مؤرخين، مجموعة مؤرخين ومجموعة كتب نقلت، وحتى أجانب نقلوا عنها. يعني حتى عندما تقرأ مذكرات القادة البريطانيين، تقرأ حتى رسائل مسز بيل الخاتون، ستجد بها الكثير عن ثورة العشرين
كلها تتحدث عن وطنية عراقية. دعك من ال من ال من الكلام هذا الذي يتحدث به هذا المسخ الميليشياوي الخزعلي. بالتالي أنت تتحدث عن شعب قاوم محتل، لا يريد هذا المحتل، رافض لهذا المحتل. هذه هي الحقيقة، هذا هو الأساس في هذا الموضوع. أما أن نزور التاريخ بهذه الطريقة ويعني نقفز على حقائق التاريخ بهذه الطريقة المشينة، هذه هي الكارثة. شيخ ضاري المحمود كان معروفا، يعني حتى في هذه كل كتب التاريخ دونت أنه هذا الشيخ الجليل رحمه الله قاتل الإنجليز من أول يوم دخلوا بالعراق، قاتلهم في الشعيبة وقاتلهم في الكوت، كان مسؤول عن أسرى معركة كوت العمارة، من الأسرى الإنجليز كان مسؤول عنهم، وقاتلهم في بغداد وقاتلهم في ثورة زوبع، وكان جزء من هذه الثورة، وزعماء ثورة العشرين في وسط العراق وفي جنوبه يجلونه ويعتبرونه رمزا، وبعثوا له موفدين من عندهم لكي يخفف، وهو قام بثورة لكي يخفف عن الآخرين الضغط. وما واجهته ثورة زوبع والثورة في المنطقة الغربية أعتى بكثير مما واجهته لأنها قريبة من بغداد. والوحيد من قادة ثورة العشرين هو وأولاده من لم يعفى عنهم، حتى بقرار العفو العام لم يشمل ضاري المحمود رحمه الله. الوحيد اللي ما هو ابنه، وحتى من ابن رجع بعد ذلك سليمان. هو ظل في هذه القضية، هو مبعد إلى وفاته الحقيقة، واعتبروه مجرم كبير وقاتل لشخصية واحد من ثلاث شخصيات كانت أهم شخصيات في المنطقة العربية، لورنس العرب وليتشمان والخاتون ميسيس بيل. هذه ثلاث شخصيات اعتمد عليها المحتل البريطاني في تأسيس هذه الإمبراطورية، وواحد منهم قتل ضاري المحمود. فلاحظ هذه الشخصية كم هزت بريطانيا، هزتها هزا كبيرا، هذا لامع كبير. فلذلك جزء وليس صديقا للاحتلال كما يقول الخزعلي. دكتور عبد الحميد، الآن الحقيقة بعد الإساءة مباشرة ناشطون عراقيون مثقفون صحفيون أنشأوا هاشتاج هز ضاري لندن وبتشاها للرد على هذه الإساءة، وكان الرد يعني وطني. ما الذي دفع هؤلاء الناشطين الصحفيين للرد على هذه الإساءة اللي جاءت من قبل أحد الميليشياويين؟ يعني ما الذي دفعهم؟ أولاً يعني دافعهم الوطني غيرة على تاريخهم أولاً، وغيرة على حاضرهم، لأنه يراد من مثل هذا التشويه هو سرقة الماضي وسرقة الحاضر أيضاً، وتبييض صورة هؤلاء. إكمالاً لما ذكره الدكتور رافع قبل قليل، شهود الثورة الذين دونوا هذه الأحداث، شهود الثورة اتفقت رواياتهم رغم اختلاف مناطقهم، ورغم اختلاف انتماءاتهم الفرعية، هوياتهم الفرعية. شهود الثورة وهؤلاء اليوم الذين انتفضوا اتفقت روايتهم، واتفقوا على حمل هذا الهاشتاج كما يسمى والوسم، وإعادة تلك الأهزوجة رغم اختلاف مناطقهم ورغم اختلاف انتماءاتهم الطائفية والهوية الفرعية والمكان وغير ذلك. في ذلك الوقت والآن ثورة انتقلت من مكان إلى مكان، والثوار لم يكونوا محصورين في مكان معين جغرافية واحدة، كانت شعاراتهم وطنية، ولا يزال هؤلاء. إذن هؤلاء اليوم الذين ثاروا ضد هذا التزييف هم الذين يمثلون ثورة العشرين وامتداد لها، لأن ثورة العشرين مشروع وطني، واليوم لن ننجح إلا بمشروع وطني، هذا هو الأساس. نعم دكتور مثنى عبد الله، الحقيقة كل الردود على إساءة الخزعلي إلى الشيخ ضاري المحمود وآخرين ومحاولة تطييف ثورة العشرين كانت ردودا وطنية، لم تنسق أيضا في ردود طائفية للرد على هذا الخطاب الطائفي أو الإساءة الطائفية. جاءت ردود وطنية من قبيل أن ثورة العشرين ثورة العراقيين جميعا، ثورة وطنية بهوية وطنية متسامية على الطائفية والمناطقية وما إلى ذلك. يعني بعد 17 سنة من الشحن الطائفي وإثارة الغرائز الطائفية واستدعاء الثارات الطائفية التاريخية لتفتيت المجتمع، يأتي الرد من مجتمع طبعا متنوع، حتى علماء دين وصحفيين وغيرها من مختلف يعني الحساسيات والتيارات، كان الرد وطني. أين صار المشروع أو الخطاب الطائفي، المشروع الطائفي؟
يعني يمكن تكون مفارقة كبيرة عندما نرى بأنه في الذكرى المئوية لثورة العشرين يكون لها كل هذا الاحتفالية في الحقيقة في الواقع. يعني غالبية الشعب العراقي وحتى العرب احتفلوا بهذه المناسبة، وهذا دليل كبير على رغم بعدها تاريخياً 100 عام، يعني الأجيال الحاضرة لم تكن في ذلك الوقت حاضرة في هذا الحدث، لكنه الرمزية الكبيرة التي حملتها ثورة العشرين بهويتها الوطنية جعلت منها شيئا ملموسا في الضمير العراقي، وبالتالي لا زال نسغها يصل إلى الكثير من الأجيال التي موجودة حاليا. المشروع الطائفي في الحقيقة وقف عاجزا أمام هذه الهوية الوطنية لثورة العشرين، ووقف عاجزا أيضا أمام ثورة التشرين في نفس الوقت، لذلك يجد المشروع الطائفي نفسه في واقع كارثي في الحقيقة، وبالتالي لا تستغرب أن يظهر صوت هنا في هذه اللحظة التاريخية لكي يعتدي كلاميا في الحقيقة على شخصية تاريخية مهمة من شخصيات هذه الثورة، لكنه يجب أن نعلم بأنه هنالك إذا كان هذا يتحدث بهذا المنطق فأفعاله في الحقيقة رسمت واقعا كارثيا في العراق، وكذلك الآخرون هم نفس الحالة، وبالتالي المشروع الطائفي في الحقيقة يجد نفسه في حالة حرجة ويجد نفسه في حالة موت سريري، وبالتالي يحاول من خلال هذه الفقاعات، فقاعة هنا وفقاعة هنا، ووضع الشيخ ضاري المحمود كشخصية جدلية، ويأتي شخص ليس له أي تاريخ ليحكم على شخصية تاريخية، كل هذا في الحقيقة يوضح الأزمة التي فيها الفكر الطائفي في العراق. نعم دكتور رافع، الطائفيون الذين نجحوا إلى حد ما في تزييف الكثير من مفاصل الحاضر والاعتداء على نقاط التقاء أو محطات مضيئة في حاضر العراق، هل سينجحون في تزييف التاريخ والاعتداء عليه؟ ربما يعني سأختصر هذا بقضيتين. يعني القضية الأولى، كنا يعني حتى عندما كنا صغارا كنا نسمع يعني من المقولات التي تتردد أنه عندما ماتت حمارة الوالي خرجت المدينة كلها في موتها، لكن عندما مات الوالي لم يخرج أحد، وهذا هو الرياء السياسي والخوف من السلطة، هذا جزء من عندي يعبر عنه. لكن عندما مات الشيخ ظاهر المحمود في 1 شباط 1928، عندما توفي وكانت الشرطة تريد أن تبعد الناس في المستشفى، وأهل بغداد يقفون على الباب يريدون أن يكسروا باب السجل ليأخذوا الجثمان ويشيعونه، وبعد ذلك هذا ما حصل، كسروا الباب وأخذوا الجثمان وبدأ التشييع. لذلك مقولة يعني موعدنا يوم الجنائز، هذا هو الموعد. ذلك التاريخي المدون يضع هذه اللقطة أمامه ويقارنها مع هذا التزوير الذي يريدونه. عشرات الآلاف في ذلك الوقت خرجوا العراقيين وخاصة في بغداد البغدادي لتشييع ظاهر المحمود، هذا الذي يتحدث عنه هذا المسخ، يقول قاطع طريق. هل معقول هذا الشعب يشيع قاطع طريق بهذه الطريقة وبهذه الهتافات وبهذه الأهازيج؟ ومرون بشارع الرشيد، حتى المندوب السامي البريطاني قطع الطريق عليه، لم يستطع أن يعبر إلى الجهة الأخرى، إلى الصوب الآخر من بغداد، وذهبوا إلى المقبرة، وطلاب المدارس اتفقوا على أن ينزلوا الشيخ جثمان الشيخ إلى القبر بهذه الطريقة، وافق الكبار على ذلك. العراقيين كلهم في ذلك اليوم كانوا يبكون دما وحسرة ويهتفون والهلاهل، وكانت من ضمنها هزوجة لندن ظاري وبجاء تتردد على أسماء. أشكرك. هذا يوم الجنائز، هذا الذي يدل هذه اللقطة بالتاريخ، تمحو كل هذا تزييفهم، ولا يستطيع تزييفهم أن يقف مع هذه الصورة فقط. أما إذا أردنا نخوض في التاريخ فالقضية كبيرة. أشكرك دكتور. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى أختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في محاولات الأحزاب الطائفية والميليشيات في تزوير تاريخ العراق الوطني ومحطاته المضيئة. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوف
الطاولة، وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر سكايب من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مثنى عبد الله. أشكركم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.